السلام عليكم أحلى المشاهدين، أحوالكم طيبة إن شاء الله. ببقايا القماش عندي طريقة رائعة جدا ومشروع بيت مربح ممكن أنكم توجدوه، ونبدأ على بركة الله. نحتاج القطعة قماش، من الأفضل أنه يكون إلاستيك مطاطي يتمدد، هنا 20 وهنا 20، 20 سنتيمتر 20 سنتيمتر. ونحتاج شريط طول ديالو من هنا لهنا 57 سنتيمتر، والعرض ديالو 16 سنتيمتر داخله فيها قيمة الخياطة. ناخذ هذا الشريط ديالنا، نتنيو بهذا الشكل هذا، ونخيطو من هنا. يصبح عندنا هذا الشكل. نحددو هذا، هذا الجزء هذا نبينو هنا، هنا الوسط، يعني الوسط. ثم ناخذ هذا المربع اللي فيه 20 سنتيمتر بهذا الشكل هذا. لاحظوا طريقة الخياطة، هذا الوجه على الوجه في الوسط، ثبتوا ونخيطوا. ثم نرجع نحيد الإبر، ناخذ هذا الجزء المتبقي نطبق عود من الوسط للجهة الأخرى. نثبتو، شنو يصبح عندنا؟ يصبح عندنا هذا الشكل هذا. نجيو للوسط، الوسط مع الوسط، نتنيو قيمة ديال 1 سنتيمتر بهذا الشكل، نثبت ونمشي بهذه الطريقة هذه.
نيو بهذا الشكل ونخيط. نحيدو هذا الإبر ديالنا، نصلحوها مزيان ونحصلوا على هذه النتيجه هذه. والان غنوريها لكم كيفاش غادي تجي على الراس. هذا هو الشكل النهائي، وبهذا الشكل تيتلبس مع الفولار او الشال. الى عجبكم الفيديو ديالي من طبيعه الحال ما تنساوش اللايك، الاشتراك، التعليق ولو بكلمه واحده. تواصلوا معايا عبر جروب الفيسبوك، الرابط على صوره القناه ويحمل نفس اسم القناه خياطه وتريكو مع مونيا. حطوا الطلبات ديالكم للتفصيل والشرح. تابوناو معايا في الانستغرام هو كوتور اي باساب. دمتم في حفظ الرحمن ورعايته. السلام عليكم.